السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله الحلقة حلقة 87 ثمانية سبع كفالة الله كفالة الله وديب السرايا والقزوات التي تهاجيتها النبي صلى الله عليه وسلم حول مشروعية القتال دي سرايا وقزوات قزوات النبي صلى الله عليه وسلم قيسة وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم للركوم شكل أطواف قيسة على وتوره لمدر قنحه استطلاع ودو عدوك هو الدلة بايك هو الدلة محاصر لك هو قبالو عند بيلو من لو حالة رقبة قبأو ودي بنفسه مقل دافعه ودي بدينهم ها لما سلقنا الآيات إن شاء الله. السرايا والقزوات، تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا آخذين بالحيطة والحذر من بداية أمرهم، وذلك بالحراسة والبيان مع السلاح. فلما نزل الإذن بالقتال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب البعوث والدوريات العسكرية ويأمر عليها واحدا من أصحابه، وهي المسمات بالسرية، وربما خرج فيها بنفسه وهي المسمات بالقزوة، وكان المقصود منها النبي صلى الله عليه وسلم يعني من اللوحر للدقوقة أو حيطة احتياطات والدقوقة أو حسابهم والدقوقة أو حذر والدقوقة أو قلمي يعني خلاص من لأمورنا وريش كلها والحتى كلهم إنه مقاتلات وعداوات وبكم سالم بوتها مالو فحراسات والدقب أو ولا لم قبي وعمل وسلاحهم رفع قب أو وخاصة هي إنها قال إذن بقتال ما تأمر رب العالمين دي والنبي صلى الله عليه وسلم من لحال نفسهم رتب أو نفسهم جهيزة قب أو دوريات والدقب أو طواف مجامع فقره ولسريات النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدام الاقديب على سريات بال النبي صلى الله عليه وسلم قيس دي بيعلاني ولا قدوت هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيس دي بعلى واللي هني قال ميت لقبل على قال اكتشافات قال يتيرو الانسان قال تيوراي عندك قيس قال نحمي الحاصل هلا لا باقي يبات حلا كود دلو قل دلو ومن نقل تأكده وقل يتفاجئه ملام دنتم قل يلقدر أبهم استكشاف حركات العدو وتأمين أطراف المدينة حتى لا يؤخذ المسلمين على غرة والضغط على قريش بالتعرض لقوافلهم حتى يشعروا بالخطر على تجارتهم وأموالهم وأنفسهم. فأما أن يفيقوا عن غيهم ويسالموا المسلمين ويتركوهم على حريتهم في نشر الإسلام والعمل به، وهذا غاية ما كان يتمناه المسلمون، أو يختاروا طريق الحرب والقتال فيخسروا أولا طريق تجارتهم لأنها كانت تمر بأطراف المدينة، ويلقوا ثانيا جزاء شرهم وعدوانهم بإذن الله ونصرة لعباده المؤمنين ونصره لعباده المؤمنين. وهذا الذي وقعت الإشارة إليه في كلام الله سبحانه وتعالى مرارا. ثلاثة، عقد مواثيق التحالف أو عدم الاعتداء مع القبائل الأخرى أربعة، إبلاغ رسالة الله ونشر دعوة الإسلام قولا وعملا. هذه إلا سرايا ولا قزوات كلا إلا أن مقصود من الميت العلا يقول مي النبي صلى الله عليه وسلم المجامع اللي على بلا من قبي وبلا من قبي ودع طرافها مدينة أولا مدينة قبل أمونة ذات وتأمينة قبل قبادي بان عدو قيل فاجئهم وكم سلهوا كمان المسلمين حسابهم وقل يدو وقل اكتشفوا وقل امره برضو مسلي ودقت دي القباء يعني دي قريش لتجارتهم دي بقل فروق حسابهم وقل يدو ولقبي برحل فعلوا من قبي المدينة المنورة تبقى يسعروا تجارتهم من قبي وارواحتهم من قبي مالهم من قبي وقب عداوته بقتال قبو دي بخطرته ولا بقى كمان
حسابهم قال لي دوق الامره انه المسلمين كمثال بدير دعاف قال استسلموا قال لهم كمثال يكون لازم بطحهم ما كمثال ما تعدوا من لوحر المواجهات اللي تهليتوا وقال قعدوا قال قعدوا لهمتوا يعني وكمان كمثال هو الاسلام اللي تنشر حريات اللي تبقى للمسلمين دعوتهم قال انشروا قال ابطحوا وكم صار حدو بدينهم قلت عبدوا و باقر تعاملوا وقلوا انشوروا اللي هني المسلمين كل اللي تمنوا العلوتو حريات قلت هلا قلهم دينهم كم صار حدو دي بايا كان قلت تهاجوا وبو قلوا انشوروا وقلوا عبدوا وبو وقلوا تعاملوا بو وطريق قبي بعثر او من قبي هنا لمشركين قبي ناي مقاتلات قبي ناي حرب او من قبي ما يعني رب قلنا نصرمتو وربي يدي بأكثر من آيات ذكرى إن الله سبحانه وتعالى المسلمين قلنا نصرمتو ولا ظالمين ولا عدو ولا كفار اللي تقلبوتو إلا كمان بدوح أثبتت منا لها اتفاقات هلا من قبل مواثيق هلا من قبل يعني دي بقلد متعاتيوت مثل قبائل مثل أي مجموعات قل واحد قل يلقدروا واحد قل يخينوا واحد قليل تلامو لا با كمان باب من أبواب ناي اتفاقات وتحالفات ومعاهدات مواثيق يعني كمثل موضوع ناي قلد موضوع ناي قلد دي بقتو من مثل أحد قل اتفاقات قل تبقى في نقيهم قل دي بحيد قل حرب قيلة بسوه كده كمثلها إبلاغ رسالة الله ونشر دعوة الإسلام كمان هم انقطعت هيني هم انقطعت من اللي لدعوتنا النبي صلى الله عليه وسلم قلت تفتح بأي كان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقلت تنشر بقول وبعمل وقدمها ورقي للطر اللي ترى مقصدنا إلا سرايا ولا قذوات النبي صلى الله عليه وسلم وبدل لك على ونوصل لك يسديب على برا من مدينة وابتدى واحدهم وتحواليهم يقول أمان وعز ديبا قلنا نبرأ وبحرياتكم سرح دو قليدو هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.